المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد. قتلى في اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان واتهامات متبادلة بين البلدين، جبهة قابلة للاشتعال أم الاحتواء؟ إردوغان يدخل على خط النزاع الأذري الأرمني أو الأرميني عفوا ويهدد بالتصدي لأرمينيا، فهل يزج بقواته في مستنقع جديد؟ من سوريا إلى ليبيا والقوقاز، إردوغان ينخرط في المزيد من المعارك السياسية والحروب الميدانية، ما هي أجندته في المنطقة والعالم؟ مساء الخير. تبادل للقصف المدفعي عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان أشعل الجبهات السياسية وأعاد الصراع إلى الواجهة بين البلدين، لتطرح أسئلة عما إذا كان مرشحا للتصاعد أو الاحتواء. تركيا سارعت إلى الدخول على خط التوتر بين البلدين بتهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان، ما أثار علامات استفهام كثيرة بشأن خطوة تركيا. فهل تزج بجنودها في مهلكة جديدة هذه المرة وتضم جبهة القوقاز إلى ساحات توغلها؟ ماذا يريد إردوغان بانخراطه في المزيد من المعارك السياسية والحروب الميدانية من سوريا إلى ليبيا وغيرها، والآن يتجه ببوصلة تمدده إلى الصراع بين أذربيجان وأرمينيا؟ فهل تكمن مصلحة تركيا في تغذية الصراعات ذات الأبعاد العرقية وتصعيد نزاعات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي، وهو توجه تعارضه روسيا وإيران اللتان تسعيان إلى احتواء التوترات في منطقة القوقاز؟ أهلا بكم في المسائية. البداية نرحب بضيفينا من لندن برئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية الأستاذ عبد الباري عطوان. مساء الخير أستاذ عبد الباري. ومن إسطنبول ينضم إلينا الخبير في الشؤون التركية الدكتور حسني محلي. مساء الخير دكتور حسني، أهلا بكما دكتور حسني وأستاذ عبد الباري. قبل أن نبدأ النقاش والحوار، سنتوقف مع هذا التقرير والقراءة للزميلة غراسيا بيطار. مجددا يعود النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ويخوض البلدان مواجهات عسكرية حدودية، تبادل الطرفان خلالها الاتهامات وبظل مساع دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة تقودها إيران وروسيا. اتخذت تركيا موقفا مؤججا للنزاع بوقوفها إلى جانب أذربيجان وتأكيد استعدادها للذهاب بعيدا في دعمها. القراءة للزميل محمد أبو عبد الله. قصف متبادل وقتلى من الجانبين. دخلت اشتباكات أذربيجان وأرمينيا يوما جديدا، ودخل على الخط الرئيس التركي. لم يدع الطرفين إلى ضبط النفس على خلاف دعوات دولية إلى ذلك. لن تتردد تركيا في التصدي للهجوم على أراضي أذربيجان، والكلام لإردوغان الذي دان بشدة طرفا من دون آخر. بحسب تصريحاته تهدف أرمينيا إلى إطالة أزمة إقليم ناغورني قاراباغ. الإقليم يقع جغرافيا داخل أذربيجان وغالبيته الساحقة من الأرمن. في تسعينيات القرن الماضي توغلت قوات أرمينيا إليه لدعم الأرمن هناك في حرب أعلنوا بعدها إقليمهم دولة لا تحظى بأي اعتراف. تعقيدات النزاع من مخلفات الحقبة السوفيتية. وفي المقابل تتمتع نخيتشيفان بحكم ذاتي منفصل جغرافيا عن باقي أذربيجان متصل بها سياسيا. تحيط بالإقليم أرمينيا وإيران وتحده ببضعة كيلومترات تركيا. لا يخفى أن بين الأرمن والأتراك ضغائن تاريخية، وأن السياسة التركية الحالية تبدو مشدودة إلى حقبة العثمانيين، فتركيا ما فتئت تتدخل في بؤر توتر عديدة. على خلاف ذلك دعت طهران الجانبين إلى ضبط النفس باتصالات أجراها وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيريه الأذري والأرميني، كما أكدت على أهمية الحوار لحل المشاكل بين أذربيجان وأرمينيا. موسكو تمسكت بالدعوة إلى الحوار وحثت الأطراف المتنازعة على ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق الاستقرار. أبدأ معك دكتور حسني محلي. الصراع القديم يتجدد، ولكن هذه المرة بعيدا من منطقة ناغورني قاراباغ المتنازع عليها بين البلدين.
الجدير بالذكر أن هذه الاشتباكات تأتي مباشرة بعد تصريح لرئيس أذربيجان الثلاثاء الماضي هدد فيه باللجوء إلى السلاح والانسحاب من المفاوضات المتعثرة التي ترعاها مجموعة مينسك. ما الخلفيات، ما الأسباب ودلالات التوقيت لهذا الاشتباك؟ يعني الرئيس أردوغان لا يخفي أبدا نواياه الشخصية ونوايا الدولة التركية فيما يتعلق باهتماماته بكل مكان أو بكل شبر من الأراضي التي كان فيها العثمانيون حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. عندما سقط الاتحاد السوفيتي وتمزق الاتحاد السوفيتي وكانت هناك جمهوريات ذات أصل تركي إسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز، قال الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال أو رفع شعار أمة تركية واحدة من بحر الأدرياتيكي اليوغوسلافيا إلى سد الصين المنيع. الرئيس أردوغان تجاوز هذا الشعار وبدأ يتحدث عن كما قلت ذكريات الدولة والسلطنة والخلافة العثمانية. بعد اهتماماته في منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية بشكل عام، هناك اهتمامات أيضا للرئيس أردوغان في منطقة البلقان وأوروبا عموما، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي ماكرون أكثر من مرة للتعبير عن قلقه من الدور أو دور المخابرات التركية في فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. الآن الاهتمام في منطقة القوقاز يأتي لأسباب عديدة، أهمها في برأيي الشخصي أنا أن هناك تحدي تركي لكل من إيران وروسيا في هذه المنطقة، لأن روسيا تدعم أرمينيا وأذربيجان وإيران تحاول أن تخفف من وطأة الأزمة العسكرية الآن، وسببها أن الجيش الأذربيجاني يقوم بتدريبه ضباط أتراك، وتحدثت المعلومات قبل فترة قصيرة عن تسليح الجيش الأذربيجاني من قبل تركيا بشكل كبير جدا، وخاصة الطائرات المسيرة التي حققت تفوقا ما للجيش التركي في ليبيا وشمال شرق وغرب سوريا. الآن أردوغان من خلال أذربيجان والأزمة مع أرمينيا كما ورد في مقدمة الخبر أيضا، هناك ذكريات سيئة بين تركيا والأرمن بشكل عام، هو يحاول أن يستغل هذا الموضوع لتوسيع اهتماماته بحيث يكون تحدي من تركيا لروسيا وإيران، أولا كما كان في الماضي في سوريا والآن في ليبيا عبر الخلاف مع الرئيس بوتين في موضوع دكتور حسني ليبيا. يمكن سنتوسع أكثر بالطموحات التركية خصوصا بمقال لك على الميادين نت مع بداية العام الجديد، تحدثت عن تركيا وأردوغان وانتظروا المفاجآت من سوريا إلى ليبيا كذلك مع اليونان قبرص وصولا الآن للحديث عن أذربيجان وأرمينيا والتدخل، ولكن هل هذه المنطقة، هل هذه الجبهة هي قابلة للاشتعال في الأيام المقبلة أم أن هنالك محاولات تهدئة نتيجة المواقف يمكن الإيرانية والروسية التي ذكرتها ويجب أن نتعمق بها أكثر؟ لا أعتقد أن ستهدأ، أنا أعتقد أن الرئيس أردوغان سيسعى لتصعيد الموضوع، لأن هذه الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان جاءت بعد أيام قليلة من المناورات البحرية التي شاركت فيها قوات أوكرانية ورومانية وجورجية وتركية وأمريكية في البحر الأسود، وهو كان استفزازا لروسيا أيضا. لذا أنا أعتقد بأن هذا التوتر، لأن موضوع ناغورنو كاراباخ موضوع قديم، يعني منذ بداية على الأقل في الوضع الحالي منذ 1991، وكنت الصحفي الأول الذي حضر المعركة بين الأرمن والأذربيجانيين في عام 91. هذا باختصار، أنا أعتقد بأن أردوغان لن يتراجع أبدا، وستكون هناك مفاجآت أكثر ليس فقط في أذربيجان بل في آسيا الوسطى أيضا، حيث الجمهوريات الإسلامية التي هي الحديقة الخلفية لروسيا، ويجب أن لا ننسى بأن هناك علاقات وطيدة واستراتيجية كبيرة جدا بين تركيا وأوكرانيا، أيضا
لاستفزاز روسيا. هذا أيضا يفتح الباب حول التمدد والتوسع لسياسة الأطماع التي ينتهجها تحديدا إردوغان. ولكن أعود إلى المقاربة التي طرحها أستاذ عبد الباري، بداية من هذا الصراع الذي رغم وقف إطلاق النار في عام 94 ما بين أرمينيا وأذربيجان إلا أن الاتهامات متبادلة، اشتباكات لا تزال مستمرة على الحدود، الخلاف حول من يمتلك الأحقية بهذه المناطق المنازع عليها التي من ضمنها ناغورني قاراباخ. ولكن فيما يتعلق الآن بالدخول التركي على هذا الخط، ما الدلالات، ما الذي يدفع يمكن وزير الخلوصي أكار ليتهم أرمينيا بأنها هي تعتمد النهج العدائي؟ ماذا يريد التركي من هذه الجبهة؟ أنا في تقديري، وأنا أتفق مع الدكتور حسني فيما طرحه، أنا تقديري الرئيس أردوغان الآن يريد محاربة روسيا. يعني هو يعلن الحرب على روسيا في فنائها الخارجي، يعني امتدادا او كورقه ضغط على روسيا في ليبيا بالدرجه الاولى. انا يعني لا اعرف يعني هل من الحكمه ان يفتح الرئيس اردوغان اكثر من جبهه في الوقت نفسه؟ يعني هل تملك تركيا هذه الامكانيات بحيث تحارب على في عده دول وفي عده مناطق، يعني بما يؤدي الى استنزافها؟ يعني بول كينيدي اللي هو اللي ألف كتاب شهير جدا اللي هو The Rise and the Fall of the Great Powers، يعني يقول نظرية مهمة جدا، يقول هذه القوى العظمى تسقط لثلاث أسباب أو أربع أسباب رئيسية. السبب الأول هو أنها تتمدد أو وتفتح عدة جبهات في الوقت نفسه. السبب الثاني هو وجود مشاكل داخلية في داخل هذه القوى العظمى. السبب الثالث هو ما يترتب على هذه الجبهات وفتح الجبهات والحروب من تبعات اقتصادية وأزمات اقتصادية. لو نظرنا إلى هذه الأسباب الثلاثة نجد أنها كلها يعني تنطبق على تركيا في الوقت الحالي. أكثر من جبهة، جبهة في ليبيا، جبهة في سوريا، الآن جبهة مع أرمينيا. طب يعني ما هي أرمينيا وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع روسيا على وجه التحديد، وهي الطفل المدلل بالنسبة لروسيا. هل الرئيس أردوغان يستطيع أن يحارب روسيا في ليبيا وفي سوريا وفي أيضا الآن في أذربيجان وفي أرمينيا؟ هذا هو السؤال المهم. أيضا يعني نحن نعرف أن أرمينيا تحظى ببعض الدعم من إيران بطريقة أو بأخرى. طيب هل يريد مثلا أن يخسر إيران، يخسر إيران ويخسر روسيا، يخسر سوريا، يخسر مصر، يخسر يعني فرنسا؟ يعني هذا هو السؤال. يعني أنا لا أعرف حقيقة، هل هناك من يقول بأن كل هذه المغامرات العسكرية هي مجرد لكسب الداخل التركي استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلماني عام 2023؟ ونحن نعرف حسب آخر استطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية يحظى ب 35% من الأصوات. الرئيس أردوغان انخفضت شعبيته إلى 25%. لا أعرف يعني مدى دقة هذه المعلومات أو هذه الإحصاءات أو هذه استطلاعات الرأي. يمكن الدكتور حسني يعرف أكثر مني في هذا الإطار. فأنا ما أريد أن أقوله، يعني نحن لا نريد أن نخسر تركيا، لا نريد أن تخوض تركيا معارك في على أكثر من جبهة، أن تخسر روسيا، تخسر فرنسا، تخسر مصر، تخسر سوريا، يعني العراق بشكل أو بآخر. يعني لا أفهم. طيب يعني هل تستطيع تركيا تحمل التبعات الاقتصادية لهذه الجبهات؟ يعني هل تستطيع قطر مثلا أن تغطي كل هذه التكاليف في ليبيا وفي أذربيجان أو في أرمينيا حاليا وفي فيما يتعلق بأرمينيا أستاذ عبد الباري لتحديد الموضوع؟ نعم. بهذا اللاشق، هل يوظف إردوغان الخلاف التاريخي بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن بإبداء يمكن موقفها من هذه الحادثة لا تمت له بصلة يعني فيما يتعلق بأذربيجان وأرمينيا ليقف هذا الموقف العدائي ضد أرمينيا؟ هل هذه هي الخلفيات؟ يعني هو كان أردوغان وتركيا طوال العقود الماضية تناضل من أجل أن تنفي عنها تهمة ارتكاب مجازر في أرمينيا ومحاولة إصلاح العلاقات بشكل أو بآخر. حتى حزب العدالة والتنمية حاول أن يفتح بوابات حوار وتعاون بينه وبين أرمينيا. يعني لماذا تغيرت هذه اللهجة في الوقت الحالي وتم التصعيد؟ هذا لا أعرف. اليوم فرنسا وأمريكا طالبوا بالتهدئة، أيضا روسيا طالبت بالتهدئة. يعني جميع الأطراف تطالب حاليا بالتهدئة حتى لا يتفاقم هذا الصراع ويتطور إلى مواجهات دموية. طيب
يعني لماذا يعني تركيا يعني تلجأ إلى التصعيد وتضع كل ثقلها خلف أذربيجان؟ أذربيجان طبعا دولة مسلمة، لكن هناك يعني توازنات دولية. يعني لا أعرف إذا كان الرئيس أردوغان أجرى حساباته بشكل جيد ويتجنب مثل هذه الجبهة، خاصة أن جبهة ليبيا على وشك الاشتعال، خاصة أن في سوريا يعني صارت مناوشات في إدلب ربما تتطور إلى تدخل روسي، خاصة أن دورية روسية تعرضت لهجوم من قبل جماعات مسلحة في إدلب. فأعتقد يعني أنه الآن ربما التوقيت يكون فعلا يعني غير مناسب لفتح جبهة جديدة، خاصة وهذه أن نقطة مهمة أستاذ عبد الباقي. يعني التوقيت غير مناسب بالنسبة للحسابات الأردوغانية، هل توافق دكتور حسني محلي وأنت التي ذكرت يعني أنه كان الموقف التركي بداية هذا العام بالدفاع المستميت عن إدلب، بعدها دخل في الأتون والمفاجأة يمكن في ليبيا، الكنز الثمين بالنسبة لتركيا، أتت من بعدها أيضا الخلاف مع قبرص والغاز وكذلك الجزر مع اليونان، وصولا إلى الآن المشكلة الأكبر تحويل آيا صوفيا من متحف إلى جامع، وتحديدا الموقف التركي من أرمينيا ومهاجمة أرمينيا. ما هي الأهداف بالنسبة لسياسة إردوغان؟ وهل هذه تعكس التحركات التركية العلنية منها والسرية رغبة إردوغان بإحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية؟ 100% زميلة وفاء، 100%. بالإضافة إلى كل الأماكن والمواقع والدول التي تحدثت عنها، نذكر أيضا موضوع لبنان، ونذكر موضوع اليمن، ونذكر موضوع الصومال، ونذكر علاقاته مع أو تدخله بشكل غير مباشر أو مباشر في تونس عبر حزب النهضة، حتى في موريتانيا، وحتى في العراق، حتى هذه بالنسبة للدول المنطقة العربية بالطبع. يعني هو يعتقد بأن موازين القوى الإقليمية والدولية هي لصالحه، أولا لصالحه شخصيا، لأنه يعيش أزمة داخلية بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الخطير جدا، بالإضافة أنه يريد أن يشغل الرأي العام الداخلي بمثل هذه القضايا القومية والدينية والعقائدية، لأنه يعتقد ويؤمن بأنه فعلا يمثل إرث الخلافة والسلطنة العثمانية. أعود وأقول هو يعتقد بأن الموازين القوى أولا عربية، هو يعرف بأن الدول العربية لا ليس لها باع وناقة كما يقال في أحداث المنطقة. هو يعرف جيدا بأن الخلافات العربية هي لصالحه. هو يعرف جيدا بأن الصراع الدولي يعني روسي أمريكي هو أيضا لصالحه. يعني هو يعتقد بأنه يستطيع أن يداعب الرئيس بوتين ويدغدغ مشاعر الرئيس ترامب. أمريكا بحاجة لتركيا وروسيا بحاجة لتركيا، هو يعرف ذلك. يعني على سبيل المثال عندما أعلن موضوع جامع آيا صوفيا، متحف آيا صوفيا كجامع حولوا إلى جامع، تحدثوا عن موضوع السيادة. يعني تحدثوا عن موضوع السيادة باعتبار أن هذا الجامع أو هذا المتحف هو ضمن الأراضي التركية ولا يحق لأحد أن يتحدث عن هذا الموضوع. هذا إشارة إلى تهديد، هناك ضمنيا تهديد لروسيا، لأن موضوع المضائق أيضا، مضايق البوسفور والدردنيل، وهي مضايق مهمة بالنسبة للسفن الروسية التي تدخل من هذه المضايق إلى الأبيض المتوسط، هي أيضا موضوع سيادة بالنسبة للدولة التركية لأنها داخل الأراضي التركية رغم أن هناك اتفاقية دولية 1936. ولكن أردوغان بشكل غير مباشر وبشكل مبطن يهدد روسيا، يعني كما هو الحال الآن في أرمينيا كما أستاذ عبد الباري. يعني بالنتيجة روسيا لا يمكن لها أن تتخلى عن أرمينيا، لا يمكن لها وبأي شكل كان. أمريكا والدول الغربية أيضا لا تتخلى عن أرمينيا لأسباب كثيرة تاريخية لا ندخل في تفاصيلها. ولكن هناك نقطة مهمة، يعني هي تناقض، لأن نحن لدينا معلومات بأن الموساد الإسرائيلي له دور كبير في أذربيجان، وهناك علاقات وطيدة وتحالف استراتيجي بين الدولة الأذربيجانية الرئيس عليه وبين إسرائيل، وخاصة في موضوع التجسس على إيران باعتبار هناك حدود مجاورة بين أذربيجان وإيران. حتى هناك معلومات أن الانفجارات القديمة أو الأخيرة عفوا التي استهدفت مواقع استراتيجية إيرانية انطلقت من أذربيجان. يعني
هذه اللعبة هذا هي كلام حقيقة. خطير ومهم جدا دكتور حسني، ومن هنا ما هو أو ما هي السياسة المرتقبة خصوصا بعد كلام الوزير ظريف بالدعوة إلى تهدئة الأمور؟ يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبه إيران، أيضا روسيا التي هي بطبيعة الحال لديها منظمة الأمن الجماعي التي أنشأتها روسيا ومن ضمنها أرمينيا، وأيضا يمكن الخارجية الأذربيجانية تحدثت أن هنالك محاولة جر إلى هذا الصدام المباشر من خلال هذه الاشتباكات مع أرمينيا. هذه نقاط لابد أيضا من التطرق إليها، ولكن اسمح لي دكتور حسني وكذلك أستاذ عبد الباري أن نذهب الآن إلى قراءة الزميلة غراسيا بيطار، قراءة بسياسة رجب طيب أردوغان بين الداخل والخارج، فما هي أهدافها، خلفياتها انطلاقا من موقفه التسعيري على خط الاشتباك بين أرمينيا وأذربيجان؟ نتابع. فيما دعا معظم دول العالم إلى ضبط النفس في ظل تصاعد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، ها هو رجب طيب أردوغان يدخل على الخط للتسعير أكثر، مناجيا أمجاد الأجداد في منطقة القوقاز بتأكيده الاستمرار في أداء ما سماه واجب الدفاع عن أذربيجان. فإلى ما تهدف سياسات أردوغان؟ في الداخل، وفي ذكرى محاولة الانقلاب ضده، اعتبر أن شعبه تجاوز واحدا من أصعب الامتحانات في تاريخ تركيا، يزيد الضغط على منافسيه من خلال المزيد من عمليات الاعتقال وبتهم التورط في الانقلاب الفاشل أو بذريعة إقامة علاقات مع فتح الله جولين. تحدى أكثر من 1500 سنة من التاريخ وحول آيا صوفيا إلى جامع في محاولة لاستجلاب دعم المحافظين في الداخل والتنظيمات الإسلامية المحافظة في المنطقة العربية. وفي الأبعاد الخارجية أيضا لهذا الإجراء الذي اتخذه أردوغان بحق الصرح التاريخي، لابد من التساؤل إذا ما كان الرجل قد فقد الأمل من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بإضافته آيا صوفيا إلى الملفات الخلافية بين الجانبين. وفي الخارج كذلك، ها هو يمعن في التدخل في سوريا عبر وجود 11,000 جندي تركي في ظل سعي تركي مفضوح إلى تتريك المناطق التي تحتلها أنقرة أو تسيطر عليها، وهذا ما تفعله في ليبيا التي تحولت إلى ساحة صراع بينها وبين القاهرة على نحو أساسي بدعمها الواضح لفايز السراج، ليطل أردوغان من بوابة شمال لبنان بلبوس إنساني وخيري، ولكن ضمن معلومات متداولة بقوة وتتحدث عن دعمه مجموعات متطرفة. وفي موجة الاتجاه شرقا، ها هو يصوب نحو أرمينيا في سياسة لا تراعي شريكتيه إيران وروسيا الحريصتين على احتواء التوتر المتصاعد بين أرمينيا وأذربيجان. فهل نحن أمام زعيم يحاول إعادة تاريخ أجداده العثمانيين؟ السؤال مشروع إذا ما لاحظنا ما قالته بثينة شعبان، حيث شبهت استراتيجية أردوغان بالاستراتيجية الصهيونية، لافتة إلى مؤشرات تؤكد مخططا خطيرا يعمل أردوغان على تنفيذه والعرب والأوروبيون في غفلة من الزمن. أستاذ عبد الباري، سوريا أوضح الأمثلة على الأطماع التركية قبل أن نتحدث عن ليبيا، ولكن أردوغان الذي يتحدى خارجيا الدول العربية، يهدد يتوعد الاتحاد الأوروبي، كذلك الحلف الأطلسي واليونان، الآن روسيا، وكما ذكر يعني منطقة البلقان وأشار إليها الدكتور حسني محلي، على ماذا يستند أردوغان بهذا التحدي، خصوصا وأنها تذهب السياسة التركية تحقيق أهداف خارجية من طرف واحدة؟ هل يمكن أن نصل من رفعت شعار سنة 2002 بصفر مشاكل في السياسة الخارجية وصلت إلى العزلة الدولية 100%؟ أنا في تقديري السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، من هم أصدقاء الرئيس أردوغان؟ من هم أصدقاء تركيا في الوقت الحالي؟ يعني خلافات مع أمريكا، خلافات متصاعدة مع روسيا، معظم دول الشرق المتوسط تقف موقفا عدائيا تجاه تركيا وتجاه الرئيس أردوغان. أوروبا الآن خاصة بعد استخدام ورقة اللاجئين، والآن يعني قصة آيا صوفيا وأرمينيا، يعني لن تكون أبدا على ود مع السلطات التركية. نفس الشيء معظم دول العربية مثل المملكة العربية السعودية، مصر،
يعني اليمن، أماكن كثيرة، العراق، هناك أيضا تدخل عسكري تركي في العراق. طب من هم أصدقاء الرئيس أردوغان؟ من هم الذي يعتمد عليهم في فتح كل هذه الجبهات وخوض كل هذه الحروب؟ من أين سيغطي هذه الحروب ماليا على وجه التحديد؟ هذه حروب مكلفة، طيب أيضا مكلفة للجيش التركي، يعني مكلفة أيضا للشعب التركي بطريقة أو بأخرى. يعني طيب يا أخي ابدأ حرب، أنت بدأت حرب في سوريا، طيب يعني هل انتصرت في هذه الحرب؟ يعني حتى هذه اللحظة بالعكس القادم ربما يكون أسوأ في مسألة إدلب، والآن في ظل التصاعد الخلاف مع روسيا، يعني روسيا لن تكون صديق للرئيس أردوغان ولن تكون صديق لتركيا، ولن يستطيع لي الذراع الروسي. تركيا روسيا دولة عظمى، من الذي أنقذ تركيا عندما كانت هنا عندها أزمة سياحة؟ من الذي أرسل 5 ملايين سائح روسي إلى تركيا واستورد أو رفع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبين تركيا إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا؟ يعني هناك يعني طب أيضا إيران مثلا، إيران حتى هذه اللحظة حريصة على علاقات جيدة مع تركيا، وشاهدنا أن الإيرانيون يذهبون إلى أنقرة طوال الوقت وينسقون مع تركيا في معظم الملفات. طيب إذا خسرت تركيا إيران مثلا، وإذا كانت وقفت مع أذربيجان التي أصبحت قاعدة صهيونية في آسيا، طب هل هذا يناسب العلاقات المتطورة بين إيران وبين روسيا وتركيا مثلا في الملفات السورية، في الملف حتى الليبي يعني بطريقة أو بأخرى؟ إيران حتى هذه اللحظة لم تأخذ موقفا علنيا بالوقوف في صف جهة ضد أخرى في الصراع الليبي. فالمسألة يعني في تقديري هناك سوء تقدير، يعني الإحياء الإرث التركي أو الإرث العثماني يحتاج إلى يعني العديد من الأمور، المعطيات الأساسية، أن تكون تركيا دولة قوية، أن يكون عندها اقتصاد قوي، أن تكون هناك جيش قوي، أن تكون قوة نووية مثلا تستطيع أن يعني تحقق التوازن مع دول أخرى. فهذا يعني أنا لا أعرف، يعني هذه العداء وجبهة هنا وجبهة هنا وهذا التشتيت على جبهات عدة في الوقت نفسه، أنا في تقديري في كل الحسابات الاستراتيجية غير دقيق وغير مثمر في نهاية المطاف. فما أعرف يعني ماذا هذه بالنسبة للحسابات التركية التي ذكرت نقطة مهمة قبل قليل، هي مغامرات لكسب الداخل التركي. دكتور حسني، يعني مستشار السياسي إبراهيم كالين كلنا نتذكر قبل عام تقريبا قال يخطئ من يظن أن أمننا القومي ينتهي عند حدود تركيا الجغرافية الحالية. إلى أين وصلت هذه الطموحات؟ وهل حققت السياسات الخارجية ما هو مطلوب؟ صفر مشاكل، إلى أين وصلت الآن في عام 2020 خصوصا مع حتى الحلفاء مثلا مثل روسيا أو الشريكين روسيا وإيران الآن من خلال هذه المجابهة لهما؟ ما الذي يريده إردوغان؟ والله الطموحات ليس في حدود تركيا الجغرافية أو حتى حدود الدولة العثمانية جغرافيا، الطموحات وصلت حتى القطب الجنوبي بالنسبة للرئيس أردوغان وحتى كلام مستشاري إبراهيم كالين. يعني أستاذ عبد الباري تحدث عن أن والله كل الناس أعداء لأردوغان بمفهوم الدول أقصد. نعم، ولكن أردوغان يعني يراهن على تناقضات هذه الدول، يعني يناقض على تناقضات أوروبا مع أمريكا. يعني كل هذه الدول كلها تعادي أردوغان ولكن لا تتفق على العداء على أردوغان في الحد الأدنى. يعني لن نذهب بعيدا، الدول العربية باستثناء قطر كلها تعادي الرئيس أردوغان ولكن كلها تتآمر على سوريا، وأردوغان له حسابات وتمول سوريا. هذه الحرب عفوا وتمول حربه التي يشن على سوريا. نعم، يعني نعم. هو يتقن لعبة المناورة بهذا الشق. نعم. دكتور حسن، مع الأسف يعني كل الناس ضد أردوغان في ليبيا ونحن نعرف الوضع في ليبيا أو في الصومال أو قطر، أزمة قطر مع دول الخليج والآن اليمن أو في لبنان. يعني هذه التناقضات هو الذي يعتقد بأن هناك فراغ سياسي وأمني في المنطقة العربية وهو يستطيع أن يملأ هذا الفراغ. هذا هو تكتيك الرئيس أردوغان. اثنين، بالنسبة لعودة ولو بجملة موضوع أذربيجان،
يعني كما قلت قبل قليل، يعني أردوغان يتحدى روسيا أيضا بشكل، حتى ولو بشكل غير مباشر يتحدى إيران أيضا، يعني على الرغم كما قال الأستاذ عبد الباري أن هناك علاقات وكذا، وإيران حريصة على العلاقة مع تركيا باعتبار أن العدالة والتنمية حزب إسلامي وغيره من هذا الكلام. الموقف الإيراني هناك العديد من التساؤلات، ولكن الرئيس أردوغان من خلال موضوع أذربيجان أو دعم أذربيجان أو تسعير القضية مع أرمينيا، هو يحاول أن يرسل إشارات أو رسائل لإيران، لأن أذربيجان الشمالية لها امتداد داخل إيران، أذربيجان الجنوبية، وهناك 20% 30% من شعب إيران ذو أصول أذربيجانية أذرية وهي تركية. يعني أيضا هناك حسابات، يعني كما عندما قال الرئيس أوزال كما قلت قبل قليل، أمة تركية واحدة من البحر الأدرياتيكي أي حدود يوغوسلافيا إلى الصين، هو يقصد هذه الجغرافيا بكل امتداداتها. هذه يعني هذه حسابات استراتيجية معقدة. أعود وأقول أردوغان لن يتخلى. طيب كيف انعكست على الداخل التركي هذه السياسات؟ لأن المعارضة تتهم أردوغان بأنه يعمل على إقامة الحكم الاستخباراتي الاستبدادي وخسارة الورقة الاقتصادية الأهم التي أخسرته كما قال بحزب العدالة والتنمية أستاذ عبد الباري بآخر استطلاعات بأنه لا يسيطر سوى على 35%، حتى شعبية الرئيس أردوغان تراجعت بشكل كبير وفقا لاستطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات الماضية. دكتور حسني، عفوا، يعني هو لا يهم الوضع الداخلي، لانه هو يعرف بانه استطاع ان يسيطر على الوضع الداخلي، ولا يسمح لاحد، يعني نحن الصحفيين لا نستطيع ان نتحدث عن تفاصيل الدور التركي في ليبيا، تفاصيل الدور، يعني 4 من زملائنا الصحفيين الشهر الماضي اعتقلوا وما زال 3 منهم في السجن لانهم تحدثوا عن دور المخابرات التركية في ليبيا. أنا تحدثت عن ليبيا قبل أسبوعين في إحدى القنوات، أغلقت المحطة 5 أيام فقط لأنني تحدثت عن ليبيا. يعني هو يعرف بأنه سيطر، لأن هو يسيطر على 95% من الإعلام الحكومي والإعلام الخاص. بالنسبة للمعارضة، يعني هم يتحدثون فقط ويقولون بأن أردوغان كذا 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 كذا. أردوغان يسيطر على الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها، الجيش، الأمن والمخابرات، ولكن الأهم والأهم هو القضاء. يعني هو سيطر على القضاء، وهذا القضاء يصدر أحكامه بناء على التعليمات. ما جرى مع وسائل الإعلام الأخيرة، يعني الإقفال أو حتى الإقفال المؤقت الذي مارسه، وهذا يمكن كلها مؤشرات إلى مساعي للتخلص من إرث أتاتورك بالنسبة لأردوغان. دكتور حسني، إلى وفاة هو تخلص من ذلك، يعني آخر شيء آيا صوفيا وهو قال ذلك، يعني الذي أغلق آيا صوفيا من جامع أو إلى متحف عام 1934 هو ارتكب خطأ تاريخيا بحق الأمة التركية، يقصد أتاتورك، خصوصا مع تحويل النظام السياسي إلى رئاسة عام 2017. على كل الأحوال ذكرت نقطة مهمة جدا دكتور حسني، وهذا ما سنتوسع به بإطار أيضا مقال للدكتورة بثينة شعبان، التاريخ يعيد نفسه، فيما أنه هذه الأمجاد أو استعادة تاريخ أجداد العثمانيين بالنسبة لأردوغان هي على حساب العرب بشكل أو بآخر، وكذلك استكمالا للمشروع الصهيوني أو المشروع الإسرائيلي. سنناقش هذه النقاط معك ومع أيضا الأستاذ عبد الباري، ولكن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال المسائية، لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم. من جديد أهلا بكم. تثير مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في شؤون دول عديدة سلسلة من الأسئلة حول سياساته التي يتبعها خارجيا في ظل تدخله في الأزمة الليبية ودعمه أذربيجان ضد أرمينيا، فيما تتحدث الأرقام عن وجود 11,000 جندي تركي في سوريا وسط سعي متواصل لتفريق المناطق التي احتلتها تركيا أو تقع تحت سيطرة الجماعات القريبة منها. وهو
ما تحدثت عنه المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان في مقال في الميادين نت، معتبرة أن التاريخ يعيد نفسه برجل ذي أطماع واسعة اسمه أردوغان. حلمه الأساسي احتلال الأراضي التي كانت توجد فيها السلطنة العثمانية. شعبان اتهمت الرئيس التركي بالسعي إلى تنصيب الإخوان المسلمين شركاء في الحكم في سوريا وكذلك مصادرة قرار سوريا المستقل، مشيرة إلى أنه عمل على تهجير السوريين من خلال إغرائهم كي يغادروا مناطق الشمال السوري إلى تركيا ضمن سياسة تتريك المناطق السورية بالشمال الغربي. كما اعتبرت أن مشروع أردوغان يأتي استكمالا للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتهديدا للعروبة القومية أو القومية العربية بكل أقطار الوطن العربي. أجدد الترحيب بكما دكتور حسني محلي وكذلك أستاذ عبد الباري عطوان. أستأنف الحوار معك أستاذ عبد الباري، هل يواجه العرب من النقطة الأخيرة التي أثرتها بمقالها الدكتورة بثينة شعبان الذين يمولون الحرب أو حروب أردوغان الخطر الداهم التركي ويكمن المشروع العثماني وتنصيب الإخوان المسلمين على حساب هؤلاء العرب والأمة العربية؟ لا، من الواضح يعني ان حروب الرئيس اردوغان كلها في المنطقه العربيه، يعني هو عنده حرب في سوريا وفي عمليه تتريك تحصل حاليا في منطقه ادلب وفي شمال سوريا، والان الليره التركيه هي التي باتت معتمده بشكل اساسي، نقل اكثر من 17,000 مقاتل من سوريا الى ليبيا، ايضا كمان صار هناك اجتياح لاراضي عراقيه. يعني طب هذا يعني لماذا كل هذا التركيز على المناطق العربيه؟ يعني ما شفنا حقيقه اي توجه نحو اسرائيل، يعني ما شفنا حتى قطع علاقات مع دوله الاحتلال الاسرائيلي حتى هذه اللحظه. طب يعني لماذا هذه يعني لماذا لا يكون هناك حوار مع هذه الدول وتكون علاقات قائمه على تبادل المصالح واحترام المصالح المشتركه؟ يعني ماذا تكسب تركيا مثلا من هذا الوضع الان المأزوم في سوريا؟ يعني أنا في تقديري التدخل في الصراع الأرمن الأذري بهذا الشكل يعني سيؤلب روسيا على تركيا، يعني روسيا لن تسمح لتركيا بأن يعني تلحق الضرر بأرمينيا. طب هل هذا مفيد مثلا ليبيا؟ طيب احنا سمعنا ياسين أقطاي مستشار الرئيس أردوغان يقول أكثر من مرة أنه يجب أن تكون هناك علاقات جيدة مع مصر، طب ما شاهدنا ذلك على الإطلاق. حتى في تركيا، حتى يعني التدخل التركي في ليبيا اذا نظرنا اليه، يعني سمعنا اللي هو مولود جويش اوغلو يقول بالحرف الواحد انه لن ندخل في مفاوضات الا اذا انسحبت قوات حفتر من اللي هي السرت ومن الجفره. طب يا اخي خلي حكومه ليبيا هي اللي تحكي هذا الكلام، يعني طب لماذا هذا الحديث نيابه عنها والتهديد والتصعيد؟ طب حتى دبلوماسيا غير جائز هذا الكلام. كمان ايضا اللي هو يعني عندما دخلت مصر في حلبة الصراع في ليبيا بشكل اقوى واعلنت بانه سرت والجفره خط احمر، يعني توقفت التهديدات. طب يعني هل نحن يعني على وشك ان نرى حربا بين تركيا وبين مصر على الاراضي الليبيه، وتركيا انقره حوالي 1500 كيلومتر من الحدود الليبيه، يعني هل هذا خوض حرب بهذه الطريقه مفيد بشكل يزعزع استقرار المنطقه باسرها؟ طيب إذا كانت هناك مصالح لتركيا في الغاز والنفط وفي البنى التحتية، عقود البنى التحتية، يا هذه محفوظة، هذه يعني العقيد معمر القذافي أعطى الرئيس أردوغان 35 مليار دولار عقود، يعني حتى ورغم ذلك أنه كانت تركيا محل في الناتو في الإطاحة. طب هذه السياسات التركية أستاذ عبد الباري، هل يمكن أن توصل العرب، هذه الأمة العربية حتى الذين تآمروا على سوريا مثلا، أنا أعطيك احتجاز نهر الفرات، هل يمكن أن نشهد تحول بهذا الموقف في ظل معرفة والهواجس التي باتت كامنة من هذا التوسع والمطامع التركية التي هي على حساب بطبيعة الحال كل هؤلاء المشاركين بالأنظمة العربية؟ يا سيدتي احنا نتحدث عن سد النهضة والخطر اللي بشكله سد النهضة على حوالي 4 ملايين فدان مصري ممكن ان تتحول الى حالة من البوار. طب ما هو كمان سد اتاتورك حجب المياه عن سوريا، هناك 400 قرية في سوريا لم تجد الان، هاجروا تركوا الزراعة لعدم وجود مياه كافية. نفس الشيء في العراق، يعني في العراق الآن تعاني من شح في المياه بشكل غير عادي بسبب هذا السد.
طب هل هذه الطرق يعني الضغط على الشعوب وليس على الحكومات؟ يعني في شعب سوري هذا أهم من كل الحكومات، جاءت يعني عشرات الحكومات أو آلاف الحكومات على سوريا على مدى 8000 عام، وبقيت سوريا، بقي الشعب السوري. نفس الشيء العراق، أجا تيجي حكومات وتذهب ويبقى الشعب. يعني لماذا لا يكون منطلق الرئيس أردوغان هو التقارب مع الشعوب العربية، التقارب مع الشعب الليبي، الحفاظ على وحدة هذه الأراضي العربية، ومن هذا فيها مصلحة لتركيا. قبل الاضطرابات في سوريا عام 2011 يعني كانت سوريا الدولة الأقرب لتركيا، كان الرئيس بشار الأسد الصديق الصدوق لتركيا، حتى أنه وصف أردوغان في بينه أو القيام بوساطة بين سوريا وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي. فيعني كان هناك رغبة عربية في التعاون والتنسيق والاحترام المصالح التركية. بالعكس كمان حتى الاتفاقيات التجارية اللي جرى توقيعها بين سوريا وبين تركيا أضرت بالمنتوجات السورية. لكن للأسف يا أستاذ عبد الباري، نحن دائما نسمع عن الرغبة العربية ولكن الترجمة على أرض الواقع هي مخالفة تماما. يعني التجربة السورية، الحرب الكونية التي شنت على سوريا كانت بأدوات وبحرب وكالة نفذها العرب بحق سوريا. وهنا أعود إليك دكتور حسني محلي، من خلال أردوغان المتحمس جدا كان لبداية ما سمي بالربيع العربي، توقع يمكن هذا الربيع أن يساعده بإحياء ذكريات السلطنة، الخلافة الإسلامية التركية، وأعلن كثر من الإسلاميين حتى في العالم العربي بيعتهم إلى الرئيس أردوغان، وجدوا فيه الزعيم يمكن المدافع كما يقال حتى عن القضية الفلسطينية وعن فلسطين. ما حقيقة الخلفية التي يعمل من خلالها، الخطوات التي يتخذها أردوغان بخطوات عملية نحن نتحدث؟ يعني هو يعتمد الرئيس أردوغان في مجمل سياساته هذه الخارجية بدون شك على الإسلاميين الذين بايعوه منذ ما يسمى بالربيع العربي أو حتى قبل ذلك عندما قامت أمريكا ومع فرنسا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بتسويق ما يسمى بالنموذج التركي العلماني الديمقراطي الإسلامي إلى دول المنطقة. يعني أردوغان، رئيس أردوغان يعتقد، أعود وأقول يعتقد بأنه من خلال هؤلاء الإسلاميين في جميع دول المنطقة العربية وفي جميع دول العالم، وأنا أعتقد بأنه على حق نسبيا، أن هؤلاء سيساعدونه على تحقيق مجمل تفاصيل سياساته الخارجية بكل عناصرها العسكرية، الأمنية، الاستخباراتية، الاقتصادية، المالية، الاستراتيجية. هو هكذا يعقد ويؤمن، لذلك هو سيستمر في هذا النهج. يعني بدون شك أستاذ عبد الباري تحدث، يعني كنا نتمنى أن يكون كذا وكذا كذا، ولكن الأنظمة بوجود الأنظمة العربية الموجودة الآن وهي عميلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، أردوغان هو يعرف بأنه الأقوى. يعني الإمارات لا يمكن لها أن تتحدى الرئيس أردوغان، ولا السعودية ولا السودان وحتى مصر. يعني هو لا يخاف حتى من مصر، لأنه يعتقد ويفكر بأن داخل مصر هناك إخوان مسلمين بالحجم كذا وكذا كذا، ويعتقد بأن الإخوان المسلمين في 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 الجزائر، في 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 موريتانيا، في تونس، في السودان، في في كذا. هو يعتقد بأن هؤلاء بعناصرهم السياسية الدينية العقائدية، ولكن الأهم بالعسكرية والمسلحة بكافة أنواع التسليح من المعتدل إلى المتطرف، هو يعتقد بأنها الأقوى. وأعود وأقول طالما أن الأنظمة العربية تتآمر ولو بشكل غير مباشر تلتقي في الأهداف مع الرئيس أردوغان، يعني هذه هي المشكلة. يعني أعود وأقول أردوغان يشكل خطرا على الأمن القومي كما قالت الدكتورة أبو سعيد. يعني إذا ماذا، يعني كيف تستطيع ما يسمى بدول الأمن العربي القومي؟ يعني أنت توافق دكتور حسني ما شبهته الدكتورة بثينة شعبان باستراتيجية أردوغان بالاستراتيجية الصهيونية التي تستهدف الأرض العربية، نهب الثروات العربية، كذلك الهوية والحضارة العربية؟ أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام من تركيا، يعني ولكن الذي أريد أن أقوله، يعني حتى مصر يعني في كل الأمور يجب أن تلتقي مع سوريا، في كل الأمور ليس فقط في موضوع تركيا،
يعني كما أنت تحدثت قبل قليل وتحدث أستاذ عبد البار في موضوع المياه، يعني مصر تواجه مشكلة سد النهضة، يعني أثيوبيا استغلت التوتر المصري التركي في ليبيا وبدأت بملء سد النهضة منذ أيام. يعني نفس الشيء بالنسبة لتركيا، يعني موضوع يعني تركيا ليس لديها سد واحد على نهر الفرات، هناك خمس سدود تستطيع أن تسيطر على حتى آخر نقطة من مياه نهر الفرات، لأن آخر سد على نهر الفرات هو سد قرقميش الذي يبعد على مدينة جرابلس 3 كيلومتر. ما لم تجبني عنه دكتور حسني محلي سأطرحه عليك أستاذ عبد الباري، يمكن لديك الحرية الأكبر في بلد أوروبي مثل بريطانيا ولندن. تشبيه الاستراتيجية الإردوغانية أو مخططات إردوغان بأنها على خريطة واحدة كأنها مشابهة للاستراتيجية الصهيونية بنهب الثروات العربية، بكذلك أيضا نهب الحضارة والهوية العربية، هل هو تشبيه بمحله كما قالت الدكتورة بوتينة في مقالها؟ ولماذا برأيك؟ يعني أنا في تقديري يعني تفتيت الأمة العربية يخدم المشروع الصهيوني، يعني هذا أمر واضح جدا، إضعاف سوريا هذا يخدم المشروع الصهيوني، زعزعة استقرار سوريا يخدم المشروع الصهيوني، لأن سوريا هي الدولة الوحيدة التي لم توقع اتفاق سلام أو معاهدة سلام مع إسرائيل. سوريا هي التي حتى هذه اللحظة يعني متمسكة بتحرير الأراضي العربية كلها وتدفع ثمنا غاليا مقابل ذلك. فأنت عندما تحارب سوريا وتحارب هذا الجيش السوري، هذا الجيش السوري الذي حارب إسرائيل 4 مرات، خاض حروب ضد الاحتلال الإسرائيلي وما زال يعاني من هذا الاحتلال. يعني الغارات الإسرائيلية ما بتستهدف تركيا، الغارات الإسرائيلية بتستهدف سوريا. طيب يعني احنا لا نريد ان يعني ان يتم تدمير الدول العربيه لمصلحه هذا الاحتلال الاسرائيلي. يعني مساله واضحه ومهمه جدا. يعني كمان بالنسبه لمصر، يعني احنا عندما يعني نقف مع مصر في مواجهه سد النهضه، احنا نقف مع مصر الدوله مش مصر النظام، نقف مع مصر الدوله، مصر الشعب، 100 مليون انسان عربي. نفس الشيء في سوريا، نفس الشيء في ليبيا، يعني احنا لا نريد تفتيت هذه الدول، من المستفيد من هذا التفتيت بطريقه او باخرى؟ هي دولة الاحتلال الاسرائيلي، الأمة العربية لما تتمزق، يعني هذا التمزق يعني في النهاية إضعاف لها، لكن أنا في تقديري زي مثل ما تفضل الدكتور حسني محلي، يعني أنا بدي أقول حاجة، كمان الرهانات الرهانات أردوغان على الجانب الإسلامي، مش كل العرب مسلم يعني مسيسين سياسيا أو إسلام سياسي، مش كل الشعوب العربية إسلام سياسي، يعني أنا يعني طب هاي في مصر راح الإسلام السياسي ولا ولا وليس له الأثر القوي مثل ما كان يتوقع الرئيس أردوغان، ربما موجود لكن في حالة يعني جمود بشكل يمكن الرهان كان أكبر مع بداية ما سمي بالربيع العربي أستاذ عبد الباري. نعم بأقل من دقيقة تفضل. يعني في أقل من دقيقة يا ست وفاء، طيب ما كانت المؤسسة الوهابية السعودية تحكم العالم الإسلامي؟ أين المؤسسة الوهابية الإسلامية؟ مش شايفين واحد شيخ بيقدر يفتح أمه أو باستثناء القلة؟ يعني وأين ذهبت كليا؟ يعني الرهان هنا يجب أن يكون على الشعوب، كل الشعوب وليس على شريحة من هذه الشعوب، يعني هذا هو الأسلوب الصح. وأنا في تقدير الرئيس أردوغان يجب أن يراجع سياساته وأن ينفتح على الشعوب العربية كلها بكل ألوان طيفها وليس على لون واحد فقط، وعليه أن يقف مع الأمة العربية، هذه الأمة العربية دعمته وساندته عندما وقف في وجه الاحتلال. ولكن الإسرائيلي للأسف وتصدق. يمكن بعض الأنظمة كما قال دكتور حسني معلي هي التي تتآمر وتلتقي مع الأهداف بالأهداف التي يحققها الرئيس أردوغان. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري عطوان، كنت معنا من لندن، رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية. أيضا الشكر موصول لك دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية، كنت معنا من إسطنبول. والآن تذكير بعناوين المسائية. قتلى في اشتباكات حدودية بين أرمينيا وأذربيجان واتهامات متبادلة بين البلدين، جبهة قابلة للاشتعال أم الاحتواء؟ أردوغان يدخل على خط النزاع الأذري الأرميني ويهدد بالتصدي لأرمينيا، فهل يزج بقواته في مستنقع جديد؟ من سوريا إلى ليبيا والقوقاز، أردوغان ينخرط في المزيد من المعارك السياسية والحروب الميدانية، ما هي أجندته في المنطقة والعالم؟
ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. المسائية انتهت، في أمان الله.